محمد ترك من أمام الكعبة: حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. سيرجع وقول حسبي الله ونعم الوكيل، وكلت أمر لله بيني وبين الكعبة. كل من فرقني بعيالي، كل من حرمني منهم، حرمني أسمع صوتهم، حسبي الله ونعم الوكيل فيه، حسبي الله ونعم الوكيل فيه، حسبي الله ونعم الوكيل فيه، حسبي الله ونعم الوكيل فيه. تقاسم المنتج البحريني محمد ترك تعليق دنيا باطمة عبر حسابه الشخصي على تطبيق سناب شات تفاصيل زيارته للسعودية، حيث أقدم على تأدية مناسك العمرة. ونشر محمد ترك مجموعة من مقاطع الفيديو من أمام الكعبة عبر تطبيق سناب شات، يشتكي من خلالها حرمانه من رؤية بناته غزل وليلى روز. وقال محمد ترك: اللهم أنني أستودعك بناتي، حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. وسبق أن كشف محمد ترك في عدة دوينات عبر حساباته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي عن حرمانه من الحديث مع بناته منذ طلاقه من دنيا باطمة. دنيا باطمة تروي قصة حياتها الحزينة بأغنيتها زديني. طرحت الفنانة دنيا باطمة أغنية جديدة بعنوان زيديني على قناتها الرسمية على يوتيوب، تحكي قصتها والظروف الصعبة التي مرت بها دنيا باطمة في مرحلة من حياتها، حيث أكدت باطمة أن العمل يحكي عن جانب من حياتها الشخصية، وأن كل من استمع إليه سيرى نفسه فيها، خاصة أولئك الذين مروا بتجربة مماثلة لها. تتناول دنيا باطمة في الأغنية موضوعا اجتماعيا واقعيا يمس كل شخص، فتغني على قلة الوفاء وغدر أقرب الناس الذي لم يلتزم بوعده، تترجم قصصا عاشها الكثير من بيننا وكان الخذلان نتيجتها في أغلب الأحيان، فتلامس جرح وتغوص في أعماقه.